كان ذلك على الجانب الروسي، أما من الجانب الأوكراني فتتزايد المطالب بتزويد كييف بمنظومة أسلحة نوعية لتغيير طبيعة القتال والبدء في التحرك بشكل أسرع وبثقة أكثر. فالحصول على الأسلحة المتطورة والدقيقة التي وعد الجانب الأمريكي بتقديمها لأوكرانيا بات أمرا حتميا مع دخول العمليات العسكرية الروسية شهرها الثالث. واشنطن كشفت عن منظومة صاروخية جديدة فائقة الدقة يمكن أن تحقق فرقا واضحا في مسار المعركة الدائرة. هيمارس راجمات صواريخ تركب على مدرعات خفيفة يصل مداها إلى 80 كيلومتر قررت واشنطن تزويد كييف بها للتصدي للقوات الروسية. تم تصميم هذه المنظومة لتوفير كمية كبيرة من القوى النارية في وقت قصير جدا، ستساعد الجيش الأوكراني على استهداف خطوط وطرق الإمداد الروسية بحيث يتم تثبيتها على عجلات من راجمات الصواريخ المتعددة M270. يمكن لراجمات هيمارس أن تصل أو تصيب أهدافا على بعد 300 كيلومترا، وهو مدى أكبر بكثير من مدافع الهاوتزر التي سلمتها أمريكا لأوكرانيا في الأسابيع الماضية. تتميز هذه المنظومة بدقة تصويب آلي عالية، ويمكن لطاقم المنظومة إطلاق ما يصل إلى 12 صاروخا في أقل من 60 ثانية، والسرعة في إعادة شحن الذخيرة، كما يمكنه حمل كبسولة واحدة محملة مسبقا تحتوي على 6 صواريخ موجهة عيار 227.